What the foul? التنبؤات تخيب بعد تلقي دي شيلدز كرة بسرعة 90 ميلا بوجهه. كانت ديلينو دي شيلدز الأول بين 7 منافسين ضد ثري سكورف رايدرز، وفي المباراة قذف فيل كلين لاعب ثري سكورف رايدرز الكرة بسرعة 90 ميلا في الساعة، والتي تلقاها دي شيلدز في نصف وجهه. وقال بعد ذلك معترفا أنه حتى لم يرى الكرة التي كسرت عظام وجهه. سيتوقف ديلينو عن اللعب لعدة مباريات ريثما يتعافى. عليك بالحذر يا ديلينو.